يقول السائل: هل يجوز نسج الحكايات والطرائف الساخرة على ولاة الأمور؟ وهل هذا يعد من الخروج عليهم؟ نعم، هذا من تنقصهم. ما يجوز لك أنك تنسج الحكايات على مسلم من المسلمين، فكيف بولاة الأمر؟ لأن هذا يقلل من شأن ولاة الأمور، وهذا فيه انتهاك لحرمتهم، فهذا لا يجوز في حق أفراد المسلمين، فكيف بولاة أمور المسلمين؟ نعم.